من الإمارات ومن أجل لبنان، مبادرة وطنية إنسانية عاجلة تثبت دور الإمارات في دعم الأشقاء العرب في أزماتهم. دعت الإمارات مواطنيها والمقيمين للمشاركة بحملة الإمارات تتطوع تضامنا مع الشعب اللبناني جراء ما ألم به من خسائر بعد انفجار مرفأ بيروت. ومن المهام الموكلة للمتطوعين تتضمن جمع وفرز المستلزمات المقدمة للشعب اللبناني، كما تدعو المبادرة المختصين بمجال الهندسة للمساعدة في إعمار لبنان من خلال فرز مواد البناء اللازمة وتسريع إرسالها بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن تقديم المستلزمات الطبية والغذائية اللازمة، كل ذلك بهدف دعم مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يعيشون بمنازل دمرت بشدة بلا نوافذ ومن دون مياه أو كهرباء. ومن الجدير بالذكر أن المبادرة تأتي في إطار حملة أعلنت عنها اللجنة الوطنية العليا إبريل 2020 لتنظيم التطوع خلال الأزمات تحت منصة متطوعين إمارات بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع الإماراتية ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب وتحت إشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لتوحيد جهود المتطوعين على مستوى دولة الإمارات. الحملة تدشن خطين لإتاحة الفرصة للتطوع: الأولى نحن أهلكم الهاتفية، حيث تتيح للمتطوعين التواصل مع فئة كبار المواطنين على مستوى الدولة للرد على استفساراتهم، والثاني الخط الساخن للصحة النفسية، حيث يقدم من خلاله المتطوعين ذو التخصصات النفسية خدمات استشارية قيمة. ولأول مرة تتيح حملة الإمارات تتطوع إمكانية التطوع الافتراضية، حيث تمكن أفراد المجتمع من المساهمة في الحملة من منازلهم ومن أي مكان.